أنا عايز بس أبتدي الحلقة النهاردة بكلمتين عن شخص حبيب بالكل وعزيز على الناس كلها وليه في قلب الناس كلها معزة خاصة جدا. تختلف معاه ما تختلفش معاه، كنت قريب كنت غريب، كنت قابلته مرة واحدة، كنت سمعت له عظة، كنت شفته كده مرة، عاشرته حبيته، تلاقي نفسك ليه معزة كبيرة جدا في قلبك. هو نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، قول عليه بقى أسقف الشباب، قول حبيب الشباب، قول معلم الشباب، زي ما كنت بحب أقوله في شباب على طول، قول زي ما تقول. نيافة الأنبا موسى حبيب الكل، نيافة الأنبا موسى ليه في قلب كل واحد فينا معزة خاصة جدا جدا جدا. تلاقي واحد كده تقابل حد يقول لك أنا أكتر واحد بحب الأنبا موسى، تلاقي واحد تاني يقول لك أنا أكتر واحد بحب الأنبا موسى. وهو الحقيقة أن كلنا بنحب نيافة الأنبا موسى محبة غير عادية، محبة الأبوة، محبة كبيرة جدا، لأن هو أحب الكل الأول. نيافة الأنبا موسى هو اللي قدم محبة للناس كلها الأول. يعني لو أوصف سيدنا في كلمة أقول أنبا موسى حضن كبير جدا جدا، يساع الناس كلها ويساع الكل، يساع اللي بيختلف معاه قبل المتفق معاه، يساع كل الناس في كل مكان في العالم. في كل مكان في العالم نيافة الأنبا موسى يروح ويزور الشباب ويخدم الشباب، مش بس الشباب، وأسر الشباب الكبير والصغير. ما يشوفش حد محتاج حاجة غير يقول له طيب أنا ممكن أساعدك إزاي، أنا ممكن أساعدك إزاي. دي دايما الجملة اللي سيدنا يقولها. إحنا النهاردة بنقول كده ليه؟ بنقول له ألف سلامة سيدنا، وترجع يعني بألف سلامة، وربنا يكمل شفاك على خير وتبقى زي الفل سيدنا. سيدنا اليومين اللي فاتوا مر بوعكة صحية كبيرة، اتقال إن هو نتيجة تغيير بعض الأدوية، فيعني أثرت بالسلب على صحة سيدنا، فيعني بعدها دخل المستشفى وزاره في المستشفى قداسة البابا تودروس الثاني. وطبعا الأباء الأحبار الأجلاء معظمهم زار نيافة الأنبا موسى. سيدنا البابا زار نيافة الأنبا موسى وصلاله واتمنى له الشفاء العاجل. فاحنا بنقول له سيدنا ترجع بألف سلامة، ترجع للناس اللي بيحبوك كلهم، ترجع تمتعنا بعظاتك وبكلماتك وبكتبك وبمحبتك الكبيرة جدا للكبير وللصغير. ربنا يخليك لينا. نيافة الأنبا موسى مش مجرد أب في الكنيسة، لكن هو الحقيقة يعني هو مثال للأسقف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حاجة كده من النوادر، حاجة كده حلوة في تاريخ الكنيسة كلها. أنا فاكر مرة فكنت قاعد معاه يعني، فبقول له سيدنا، طبعا هو سيدنا ما بحبش حد يقول عليه كلمتين حلوين يعني، لكن بقول له سيدنا احنا بعد 100 سنة 200 سنة أسامي كتيرة جدا من اللي حوالينا تتنسي، لكن يفضل نيافة الأنبا موسى اللي أسس أسقفية الشباب ويعني قدم خدمة على مدار سنين طويلة جدا، يفضل اسمه محفور في تاريخ الكنيسة للأبد. وسيدنا طبعا يعني بيتضايق لما حد يقول عليه كلمتين حلوين، لكن ليه الناس بتحب الأنبا موسى؟ لأن الأنبا موسى بيخدم وبيقدم خدمة وحب للكل من وهو لسه شاب، من هو دكتور إيميل عزيز. دكتور إيميل عزيز على فكرة نيافة الأنبا موسى كان مشهور قبل ما يبقى أسقف في الكنيسة، كان مشهور ومعروف بخدمته ورعايته للكل في بني سويف وفي المنيا وفي أكتر من مكان. مرة تانية وتالتة ورابعة ربنا يخليك لينا سيدنا ويطول عمرك وترجع بألف ألف سلامة.